أشخاص كتير في حياتنا شغلها بيدفعها إنها تقتحم مجالات كتير لتحقيق الذات والتفوق في جوانب مهنية متعددة. يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم عن القصة بتاعتنا النهاردة. قصتنا بطلتها ياسمين الغمراوي. ياسمين كانت واحدة من صناع المؤثرات البصرية في أفلام هوليوود، وشاركت في صناعة أفلام عالمية قوية جدا زي أيرون مان الجزء الثالث والأفنجرز ودارك نايت كمان. يعني أفلام من حققت جماهيرية كبيرة جدا، والسلسلة كلها كمان كل الناس بتتابعها. لا والأهم حاجة فيها هو الجرافيك أو المؤثرات البصرية، ودي اللي اشتغلت فيها ياسمين. يعني إحنا بنتكلم عن أهم ما يميز هذه الأفلام. بس مرة واحدة ياسمين قررت تاخد بريك من صناعة الأفلام وتروح لحتة تانية خالص، وهي الزيوت العطرية. طيب إيه حكاية ياسمين الغمراوي؟ ما حكاية هذه السيدة المصرية اللي لمع اسمها في سماء هوليوود وبدأت تخش مجال تاني أو تعمل شفت كارير لحتة تانية؟ خلينا نعرف دلوقتي عبر تطبيق زوم قصة ياسمين الغمراوي. أهلا بك، منورانا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير. من صناعة المؤثرات البصرية في سينما هوليوود مجال تاني مختلف، اختلاف تام، صناعة الزيوت العطرية. ايه اللي يعني يربط بين الحاجتين، وليه استغنيتي عن الكارير ده ورحتي الكارير ده؟ والله هو الكارير بتاع الافلام جالي لان انا دايما كنت بحب حاجات تصوير، واي حاجه اي حاجه تبع افلام انا كنت بحبها. بس شغل الافلام متعب، شغل الافلام ساعات طويله، بقعد في اوضه ضلمه عشان ابقى بشتغل على حاجات الكمبيوتر لمده حاجات طويله قوي. والكلام ده انا عملته لمده 20 سنه، فبعد 20 سنه وخلال ال 20 سنه دي كنت دايما بستخدم حاجات عشان تهدي لي التوتر، تهدي لي لما يبقى عندي اي افلام طالعه بديدلاين قليل قوي. فالحاجات العطريه والزيوت العطريه دي كانت دايما حاجه في حياتي من وانا صغيره، من وانا في مصر، واستخدم الحاجات اللي هي ريحتها حلوه. فلما قررت ان انا بعد شويه بقى تعبت من موضوع الافلام وعايز اعمل حاجه تانية، قررت اعمل حاجه انا بحبها، والزيوت العطريه دي طول عمري بحبها. فقررت هو ده اللي انا هبتدي اذاكر فيه وابتدي افهم فيه وابتدي اعرف ليه بتشتغل وليه ما بتشتغلش، وايه اللي ينفع وليه كانت حاجات معينه مثلا بتخليني لما اشمها اعصابي تهدى، حاجات تانية لما اشمها احس ان عندي طاقه اكتر، ممكن اقعد اطول في الشغل شويه. فهي ده اللي خلاني، ده هو اللينك ما بين الاثنين عندي. طيب كلامك يا ياسمين بتقولي ان انت ابتديتي تذاكري حاجه جديده، انت بتبتدي تاني، كنت من اول وجديد، انت قعدتي سنين تذاكري وقعدتي سنين تطوري في نفسك في عالم المؤثرات البصريه، وبعدها ابتديتي تذاكري من اول وجديد الزيوت العطريه. بتعمليها ازاي بقى؟ بتدخلي في التركيبه ولا بتاخدي النبته زي ما هي وبتشوفي طريقه العصر؟ يعني احكي لي بتعملي ايه بالظبط؟ الزيوت العطرية نفسها دي حاجة مركزة قوي، دي بتبقى مستخرجة من النباتات أو من الزهور أو ساعات من الشجر نفسه، وبتبقى مركزة أو بيحصل لها عملية تقطير. وعملية التقطير دي بتركز قوي قوي كمية الكميات اللي جوه الزيوت نفسها، فاللي بيطلع في الآخر يعني مثلا لو خدنا حاجة سهلة، خدنا مثلا نعناع، النعناع ده كلنا عارفينه نبات بنستخدمه في حاجات كتير، في الأكل وفي الشرب وفي كل حاجة. لو خدنا الزيت النعناع نفسه، لو خدنا مثلا 5 ملي من زيت عطري بتاع نعناع، ده تقريبا يوازي 20 كوباية نعناع زي اللي بنشربها بعد الأكل. فده هي قد إيه هو مركز الزيت اللي طالع منه ده، فكل الفوائد اللي فيه بتتركز أكتر كمان، فكل حاجة بتطلع الواحد مش مستخدمها كتير، يعني يستخدمي نقطة ده بس، هي دي اللي الواحد ممكن يستخدمها للي عايز لأي حاجة مثلا للمعدة، أو الواحد عايز يتنفس أحسن، الحاجات دي كلها. فأنا من ضمن الدراسات اللي أنا بعملها اللي أنا عملتها أصلا عشان بشتغل في المجال ده، إن أنا كنت بشتغل إزاي التركيبة بتاعت النبات نفسها معمولة إزاي، وإزاي ده بيأثر في الجسم البني آدم نفسه، زي لما تشمي حاجة معينة التأثير ده بيحصل، زي لما تحطي حاجة على جلدك مثلا التأثير ده يحصل، زي لو حطيتي حاجة بس في الجو مثلا في الأوضة بيعمل تأثير تاني. فالدراسات بتبقى طويلة، أنا فضلت أدرس لمدة سنة، وبعد ما خلصت سنة اكتشفت إن لا، في حاجة كتير لازم أدرسها تاني، ففضلت أكمل دراسة لمدة 3 سنين. 3 سنين دي بقى علمتني حاجات كتير قوي،
وعلمتني ازاي ان مثلا الحاجات الزيت فيه كذا فايده، مش بس فايده واحده، مش بس ان حاجه ريحتها حلوه، ودي طبعا اول حاجه الواحد يبقى عايز يعملها انها تبقى حاجه ريحتها حلوه، بس الريحه دي وراها حاجات كتير قوي، وراها فوائد كتير قوي. فهو ده اللي انا درسته لمده 3 سنين، ولحد دلوقتي كل ما يبقى فيه مؤتمر، كل ما يبقى فيه ابحاث طالعه جديده، انا دايما بجدد ودايما بحاول اعرف الحاجات الجديده اللي طالعه، لان المجال ده مع انه موجود بقاله الافات السنين، بس التجديدات اللي فيه والحاجات اللي طالعه فيه جديد دايما دايما زياده. فدايما الواحد يعرف، اهم حاجه دايما الواحد يكمل دراسه دايما. أكيد. طيب أنا برضو يعني عندي شغف إن أنا أعرف يعني قصتك في هوليوود كانت عاملة إزاي؟ يعني اشتغلتي مع مين؟ مين أهم المخرجين؟ مين أهم الصناع السينما اللي اشتغلتي معاهم؟ اللقطة الواحدة في فيلم زي افنجرز أو دارك نايت أو كل الأفلام اللي كان فيها مؤثرات بصرية قوية جدا، وأنت اشتغلتي في الحتة دي تحديدا، المشهد الواحد بياخد وقت قد إيه؟ يعني احكي لي القصة، يعني برضو دي محتاجين نسمعها منك. موضوع الافلام مختلف كومبليت، يعني دايما الواحد يبص على الفيلم، او انا لما كنت صغيره الواحد يبص على الفيلم ما يعرفش كميه الشغل اللي بتحصل ورا كل مشهد فيه، خصوصا الافلام زي اللي انت قلت عليها، اللي هي افنجرز وايرون مان والحاجات اللي هي فيها مؤثرات كتير قوي دي، عامله زي الكرتون يعني، الواحد مش فاهم ايه اللي فيها، بس كل 25 لقطه يعني كل 25 صوره بتعمل ثانية واحدة بس على الشاشة. فكل ما يبقى مثلا عندك فيلم فيه مؤثرات بصرية للفيلم كله مثلا 3 ساعات أو ساعتين ونص الأيام دي، ده معناه إن هو فيه ألفات ألفات من الفريمز اللي الواحد لازم يشتغل عليها. عشان كده مثلا ممكن كنت أقعد أشتغل على الفيلم الواحد وأنا حتتي في الفيلم ممكن مثلا تطلع على الشاشة لمدة 5 دقايق، أو مثلا لما يبقى حتة كبيرة قوي تبقى 10 دقايق، ودي ممكن أقعد أشتغل عليها أي حاجة من 6 أشهر لساعات أكتر من سنة. وكل حاجة بتجيلي قدام، أنا الحتة بتاعت الشغل بتاعتي كنت بركب، يعني بركب الحاجات الأجزاء اللي جاية كتير. فمثلا في جزء يتصور في الاستوديو ورانا مثلا حاجة خضراء حاجة زرقاء، في جزء تاني يتصور بره مشهد بره خالص وفي مثلا عربيات بتتشقلب ومش عارفه حاجات بتفرقع او حاجات كده، وفي جزء تاني مثلا يبقى ناحيه بتوع الانيميشن ويصوروا مثلا اللي هي الحاجات زي بتاعت الافنجرز الشخصيات اللي جايه من الفضاء والحاجات دي وكده. انا بقى كان شغلي ان انا اروح مجمعه كل ده مع بعض وحطاه بحيث اللي انت تشوفه في الاخر، اللي المشاهد يشوفه في الاخر الفيلم نفسه، هو ده اللي انا بشتغل عليه، هو ده اللي انا شغلتي، ان انا اجمع الحاجات دي كلها واخليك تنسى ان الحاجات متصوره في كذا مشهد، متصوره في كذا يوم، متصوره مع كذا حته، ساعات بيصوروا مشهد ويعيدوا مثلا تصوير المشهد بعديها مثلا ب6 اشهر او حاجه كده. شغلتي ان انت ما تعرفش الموضوع ده خالص وتتفرج على الفيلم وتبقى مبسوط في الاخر. عشان كده كان الشغل بتاعي بيبقى ساعاته طويله قوي، وساعات لما مثلا الانيميشن تتغير يبقى انا لازم اغير اللي انا بعمله، اصوره حاجه جديده يبقى انا لازم اعيد الشغل بتاعي تاني، فيفضل رايح جاي رايح جاي لحد ما في الاخر يطلع المشهد دي. صحيح صحيح، عمل مش سهل ابدا، أبدا. شاق جدا، واعتقد برضو التعامل مع الزيوت العطريه والتعرف على الحاجات الجديده فيها والتركيبات دعي. الجديده برضو ما هوش سهل. ياسمين الغمراوي، انت بتعرفي تعملي حاجات كتير قوي، نقدر نقول دلوقتي او نقدمك ونقول عليكي اخصائيه الزيوت العطريه. يعني نورتينا وشرفتينا، وبالتوفيق دايما في اللي جاي.